السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى هذه الدورة الجديدة التي فيها نتعلم كيف نحفظ القرآن الكريم بالكتابة. وفي هذه الطريقة هي عودة لشيء قديم، ولكن بنظرة حديثة أو من زاوية حديثة وبهندسة جديدة للذاكرة البصرية لدى الحافظ. فحنشغل الذاكرة الكتابية والذاكرة البصرية بحفظ الصفحة القرآنية والمحافظة على صورة الصفحة القرآنية كما هي موجودة في المصحف. هذه الدورة جاءت نتاج حاجة لدى الناس أن يحفظوا القرآن الكريم، وكثير من الناس يستطيع الحفظ أفضل، ويقول لك أن أحفظ القرآن الكريم أفضل إذا كانت السورة مكتوبة، إذا كتبتها بيدي فأنا أحفظ بشكل أكبر. والكتابة كانت كتابة القرآن الكريم كانت موجودة عبر العصور. فهنا نعطيكم مقدمة بسيطة عن الكتابة. إحنا لما نعلم القرآن الكريم نجد إنه سبحان الله هذه سياحة بين البشر، لا نسوح على وجوههم وأشكالهم وعراقهم، بل نجول بين اختلاف العزيمة والهمة والمحبة، وشيء غريب كيف نرى في الطلاب تفاوت شديد في حبهم لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن كمعلمين قد نكون ممن يتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أجمل مكان أن يكون الإنسان فيه، أن يكون في تلك القاطرة من أهل القرآن الذين يكونون منطلقين نحو الآخرة وفي يدهم القرآن، فيكونون من أهل الله وخاصته. وفي هذه القاطرة هناك قاطرة تسبقهم فهو دائما في دورة يتعلم، وهناك قاطرة تلحقهم وهي أنه دائما يعلم القرآن لمن بعده. فسبحان الله، من ركب هذا القطار بهذا التسلسل كان دائما متقنا ومعلما مميزا لمادته. فحملنا وتحملنا للمسؤولية، وأن العلماء ورثة الأنبياء، نبدأ الرحلة. وتتفاوت في هذه الرحلة القدرة على الحفظ بين الناس، وهذا التفاوت ربما له حكمة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا التفاوت في حفظ القرآن الكريم، ثم بعد الحفظ يتفاوت في التفلت، ففي ناس يتفلت منهم وفي ناس يستطيعون الاحتفاظ بشكل أكبر. فلها علاقة بأولا الحكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فسبحان الله، لو كنا لا ننسى كان قرأنا القرآن مرة أو مرتين فقط، لكننا عندما ننسى ونعيد وننسى ونعيد، وهذه العملية في الزيادة والمجاجعة وعمليات التثبيت هي التي تجعلنا نحصل على أجر أكبر ما كنا سنحصل عليه لو كنا في من أول مرة حفظنا. يجب أن ننقل هذا الفهم وهذا الإدراك وهذا الوعي إلى طلابنا، فلا يتفلتوا بسبب أن نسيانهم قد غلبهم أو انشغالهم قد غلبهم. وماذا نقول عن الأجيال الجديدة التي دخلت فيها الأجهزة الإلكترونية إلى عقولهم وعششت هناك، فتجد أن الطفل هنا يجد صعوبة في التذكر وفي التركيز. فسبحان الله، إن التعاهد القرآن هو شيء أمر به كل المسلمين باختلاف عهودهم، وفي كل عهد هناك ما يشغله، ولكن سبحان الله مع ذلك دائما هناك في رحلة القرآن ركاب كثيرون، وهناك علماء كثيرون ركبوا هذه القطار في رحلة المحافظة على القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى حافظ على القرآن الكريم بأهله، وقام بحفظ هذا الكتاب بكثرة العاملين عليه عبر أكثر من 1400 سنة، قربنا على 1500 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل إلينا القرآن بهمزاته وسكناته ووقفه، وحتى يعني يدل على كم كان الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حريصين على مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، ثم حرص الصحابة بنقل هذه الكيفيات الدقيقة، ثم بعد ذلك التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا هذا القرآن الكريم. ونجاح السابقين في توصيل القرآن لنا
يجعلنا نتفكر، هل نحن في هذه القاطرة ألحقنا خلفنا مجموعة من الطلبة تحفظ القرآن كذلك بهذه الكيفية؟ فدائما يراودنا السؤال ويراودنا لماذا لم ننجح كما نجح السابقون، فنقول أن هناك مهارة نقصت عما حفظه لنا التاريخ، هي مهارة الكتابة. المهارة الكتابية في كثير من برامج تحفيظ القرآن الكريم في كثير من الدول أيضا اختفت، بلشت تتناقص، والكتاتيب بلشت تتناقص، وصار يعتبرها بعض الناس من الأشياء القديمة والبدائية التي يجب أن نتطور عنها. ولكن ابتعاد عن الكتابة جعلنا نخرج بجيل يحفظ القرآن صوريا، وهذا الحفظ يتفلت بشكل أكبر، ويجب إنه نرجع إلى الكتابة أكثر. نعم، البيئة التي نحن فيها نحن نعيش في بلاد الشام هي ليست البيئة اللي يشتهر فيها كتابة القرآن الكريم. كتابة القرآن الكريم ما زالت معمول بها كأسلوب في التحفيظ في إفريقيا، في ليبيا، في الجزائر، في بعض المناطق والطريقة المغاربية ما زالوا يستخدمون الكتابة، وفي مناطق من السودان وموريتانيا، وهذه الطريقة ما زالت تثبت فعاليتها. لكن في بيئات أخرى وفي دول أخرى بعدنا كثيراً عن الحفظ بطريقة الكتابة، وهذه المهارة سنرجع إليها، لكن لن نرجع إليها بطريقة القديمة، سنعود إليها ولكن مع بعض التحديث. سنستخدم بعض التكنولوجيا، وسنستخدم بعض المنتجات، سنستخدم طرق جديدة في تمكين هذه المهارة من زاوية أخرى، وهذه الزاوية تعتبر الصفحة هي المقياس. فبالتالي ما لا يمكن قياسه لا يمكن تغييره. فعملية القياس هي أن نقوم ببناء الصفحة. عملية القياس، عملية البناء هذه ستعتبر الصفحة القرآنية هي لبنة البناء. عملية البناء هذه ستعتبر الصفحة هي المقياس وهي الهدف، أن نرسم ونكتب القرآن الكريم كتابة ولكن مع المحافظة على الصورة الصفحة في المصحف. فهذا المقياس بهذه الطريقة والتعليم بهذه الطريقة يجعل كل الناس قابلين للتعلم وبشكل أكبر من فقط القراءة النظرية. يمكن أن نتدرج بالصغير والكبير والأعجمي، كل يستطيع أن يكتب ويقلد الكتابة بشكل أسهل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزمون الطريق ويعضون عليه بالنواجد، لا مضالين ولا مضلين ولا مقيلين ولا مستقيلين. الأداة الأولى في كل هذا القلم، قال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، إذن هو القلم. وهذا كان معجزة أقسم الله سبحانه وتعالى بها وأكرم بها البشر عن كافة مخلوقاته، أن يستطيع أن يتناقل العلم عن طريق الكتابة. والقلم هو الأداة، والعملية هي السطر، أي كتابة. يسطرون يعني يكتبون بأيديهم. فبالتالي القلم هذا حافظ على العلم. نحن لسنا كالمخلوقات الأخرى، المخلوقات التي خلقت لتعيش على الأرض وتفنى فيها مثل الحيوانات والكائنات الأخرى، لا يوجد لها علم متناقل. ببساطة القرد يولد وعارف وظيفته في الحياة، الدب يولد ويعرف بالضبط كيف هدفه وكيف سيتصرف إذا جاء البرد وإذا جاء الثلج وإذا هناك سبات، يعرف أين يأكل ويعرف أين يشرب. كمية المعلومات المنقولة لا تنقل إليه بعلم ولا بكتب ولا بمدارس، إنما محفورة في جيناته. الأمثلة أكبر على كائنات تنفصل عن والديها، يعني ممكن نقول أن بعض الحيوانات تتعلم من والديها، لكن ماذا عن الأسماك؟ عندما تبيض ثم تذهب في رحلة آلاف الأميال ثم يعود الجيل الثاني والثالث منها إلى نفس المكان الذي بيض فيه، طب ما الذي أرجعه في هذه الرحلة الطويلة؟ كل شيء ما عندهم موجود في الجينات، منسوخ في الجينات. أما نحن البشر، نحن نتناقل العلم بين الأجيال باستخدام القلم والكتابة. فكان القلم قديما هو عبارة عن أداة حفر، ثم أصبح أداة تحمل حبرا، فصار
كلما تطور الإنسان بدل أن ينقش ويحفر ويشكل بالأدوات فصار الإنسان بدل أن يحفر ويشكل في الصخر وفي الطين أصبح يحمل حبرا واستخدم الأدوات التي تحمل الحبر. الريش فيه منطقة فارغة في وسط عنق الريشة واستخدم هذه المنطقة لتحمل الحبر، ولكن الريشة في طرفها مدبب ويفنى بالاحتكاك، فطور نفسه، ذهب إلى أنواع الخيزران التي تستطيع أن تشفط الحبر لارتفاع معين ويستخدمها وتبقى المحبرة بجانبه، ثم قوى الريش بالمعادن أو قوى حتى الخيزران بالمعادن وأطراف المعدنية. ثم جاءت الثورة بأن يحمل القلم الحبر من طريق تزويد القلم بالحبر عن طريق قطرات. ثم جاءت الثورة الأخرى، كانت القلم الحبر الجاف الذي يحمل كمية هائلة من الحبر أو الرصاص الذي نشتهر. ثم جاءت الأحبار الأخرى التي موجودة في الأقلام الفلوماستر وألوان التلوين، وجاء الحبر السائل الذي يذوب بالماء والذي لا يذوب البيرمننت، هكذا تطور القلم حتى أصبح لدينا أشكال هائلة من أقلام الفسفورية والإلكترونية والقارئ القرآني والأدوات. فإذا القلم أصبح شائعا وهو ما نستخدمه باختلاف القدرات المادية، باختلاف مكان عيش الإنسان سيتوفر القلم بالتأكيد. المادة التي نكتب عليها، كان العرب كان كل البشر ينحتون ويكتبون على نحت بالصخر، وحاولوا أيضا الكتابة على جدران الكهوف ببعض الأحبار. ثم هذه الجدران وهذه القطع الصخرية الكبيرة لا يمكن أن تحمل، فأصبحوا يكتبون على ما يخف حمله، إن كان جلود، إن كان معادن، إن كان عظام. وبعض المصاحف وبعض الصحف التي جمعت من الصحابة كانت مكتوبة على مثل هذه الرقاع والعظام وهكذا الواح العظمية. ثم كتبوا على الخشب، خشب الزان هو أشهرها، كتب أيضا على ورق البردة، ما توفر لديهم، وتطورت المادة التي يكتب عليها، فأصبح عندنا أشكال وألوان من الورق والألواح والألواح الإلكترونية وهكذا. فهذه كلها ممكن أن نستخدمها في عملية الكتابة. إذا نيجي على الكتابة، أول طرق إثبات العلم، وقال الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، وهذه آية أخرى تتحدث أن العلم ينتقل بالقلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله هو القلم. فإذا القلم ورد في كثير من الآثار الصحيحة، وكان أدى ذلك إلى اهتمام الصحابة به، وكان الأنصار يعلمون الكتاب، يعلمون أولادهم الكتابة، والنساء تتعلم الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الكتابة منهجا له. لم يكن يكتب بنفسه أكيد، لأنه كان لا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أجازه وأمر به، وأمر بكتابة القرآن في بداية الفترة المدنية، ثم أمر بكتابة الحديث من بعض الصحابة ممن أتقن الكتابة. الحديث كان كتاباته محدودة، لكن القرآن أمر بكتابته، وكذلك كانت كتاباته للملوك، كان يكتب، وأيضا كتاباته للملوك وكتاباته للعهود ودستور المدينة وما إلى ذلك ومواثيق. فهذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه للكتابة بأمره للصحابة بذلك. ثم أخذ الصحابة هذا الشيء، وعثمان رضي الله عنه كان له فضل كبير في كتابة المصحف بمصاحفه التي وزعت على الأمصار، وبعث مع كل مصحف بعث قارئا يقرأ فيه. فبالتالي الكتاب المكتوب من في القرآن الكريم أصبح يدون في مصحف كامل. ثم أخذ هذا العلم وتم تدريسه عبر العصور، داخل كتاتيب، داخل المساجد، داخل القفار، أينما كان كانوا يكتبون القرآن ويعلمونه بالكتابة. وهذه الطريقة الكتابة كانت تكتب على الألواح، فيقوم الأستاذ بإملاء أو الشيخ يملي على طلابه ما يريدون كتابته، يستخدمون أدواتهم البدائية من خشب الزان أو من زيتون وما إلى ذلك، ومن الأحبار التي تأتي من خلط شحبار الزيتون، زيت الزيتون المحروق، يعني بيحرقوا فتيل، والبخار الأسود أو الشحبار الذي يخرج من هذه المشعل الزيتي يجمعونه
ويخلطونه بالشمع وأدواء وأشياء أخرى مما يتوفر في بيئتهم فيصبح مادة للكتابة أو حبر للكتابة، وكذلك الأصباغ الموجودة في النباتات وهكذا. فبالتالي يستخدمون ما يتوفر لديهم، حتى وإن كانت ما لديهم بسيط يقوم الشيخ بتلقينه. وأيضا هناك من الشيوخ الذين لديهم إجازات، فكانوا لا يلقنون القرآن فقط وإنما يلقنون الأبيات التي تحكم. مثلا ممكن أن يعطي الشيخ الآيات ثم يعطي المنظومة الجزرية تتحدث عن علم التجويد، أو يعطي الألفية من مالك لموضوع اللغة العربية فيدرس العربية بجانب تدريس القرآن. ممكن أن يعطي أنواع التفسير فيكون معه إجازة في إحدى كتب التفسير ويعطيها للطالب. فالفكرة أنه يعطي الطالب المعلومة ثم يلحقها بكل ما يؤصلها، وهكذا انتقل إلينا القرآن عبر العصور إلى أن وصلنا. هل هذه المنهجية بالكتابة هل لها علميا أثر على العقل؟ طبعا أكيد، العقل يعمل بحقول كثيرة، وكلما زادت الإدخال بالعين واليد والجهاز العضلي والسمع من المعلم وتشغيل مركز اللغات والتعبير، كل هذا يحدث في أثناء الكتابة. فإذا الكتابة تشغل الكثير من مراكز التعلم، كذلك تنمي على قدرة على تنظيم المعلومة وترتيبها في مرحلة التخزين، وعند إخراج المعلومة تحدث هناك مهارات، زي كأن الواحد فتح معمل جمع المعلومات فيه ثم أخرجه بطريقة مرتبة ومنمقة، وكأنه أعاد تصنيعها بحيث يستطيع أن يخرجها إما للامتحان أو يخرجها وهو يعلم غيره، فيكون يلبي حاجات الناس التي حوله مما لم يستطع أستاذه مثلا أن يلبي. فالكتابة تستجمع ليس فقط المعلومات وإنما التجربة الشخصية ذات المعلومات. فالإنسان الذي يكتب شيء يتملكه. فإذا رأيت إنسان مثلا، نفترض أنك في سوق وكنت ترى أحد البائعين يسوق مادة، فإذا رأيت الشاري أخذ ورقة وقلم وجلس يكتب فتعلم أن المعلومة التي تنقل له مهمة. فإذا الشعور الإنسان بأهمية المعلومة تجعله يكتب، وكذلك شعوره بأن المعلومة تهمه هو شخصيا، وهذا التملك يأتي مع الكتابة. وفي التلخيص لاحظوا أنه عندنا مهارات تلخيص، لأنه كثير من قواعد الرسم العثماني تعني وجود رموز تضاف على الرسم، وهذا الرموز عليها شرح كثير، فبالتالي في من مهارات التلخيص. وكذلك هو مرتبط في العقل بالتنفيذ، يعني ما تكتبه الغالب أنك ستنفذه. فالكتابة تتيح تعميق الفكرة، بنخرج من الذاكرة القصيرة الأمد إلى الذاكرة طويلة الأمد، لأن الكتابة هي عملية بطيئة، وفي أثناء الكتابة فعليا يكون العقل يدون ويفكر. وأنا في كثير من المرات أحكي لأولادي، إذا كنتوا تدرسوا وكنتوا تكتبوا لا تشغلوا أي شيء تسمعونه، لا تشغلوا أنفسكم بأكل أو شرب أو بسماع شيء، اجعل عقلك صافي وأنت تكتب، لأن العقل أثناء إدخال المعلومة عن طريق الكتابة هو يفكر ويحلل ويربط، غير أن على عكس تماما ما يحدث عندما تمر المعلومة أمام وجهه أو أمام عينيه على شاشة إلكترونية. كذلك أثناء الكتابة يحدث شيء غريب، وهو أنه ترتبط الذاكرة الشخصية مع الذاكرة الفعلية للمادة. يعني أنا ممكن أكون عم بحفظ القرآن الكريم، بكتب مثلا، نفترض أنه أنا كنت في صفحة رقم 5 من البقرة، وأن أكتب فيها كنت أشم شيئا، ربما كنت جالسة في الشمس، يمكن كنت جالسة على كرسي غير مريح أو مريح، ممكن أن سمعت خبر جميل في ذلك الوقت، ممكن أن عطشت، وهذه الظروف أو هذه البيئات المختلفة، ممكن كنت بضحك مع حدا جنبي، ممكن كنت عطش، ممكن أكون جربت ألوان مختلفة في القلم، ربما خططت هذاك اليوم رسمت رسمة، كل هذا يتيح أو البيئة التي يدخل فيها المعلومة، هذه البيئة تدخل مع المعلومة فيصبح لدينا الذاكرة شخصية، يعني يدخل معها أشياء ومعلومات شخصية ومشاعر، فهذه المعلومات تعمق الفكرة وتدخل إلى مكان آخر في الدماغ. طيب إذا نحن ماذا سنفعل؟ نحن سنعود للكتابة لكن بطريقة جديدة. الطريقة الجديدة هي أن نجعل صفحة المصحف هي صفحة الدماغ. فنحن سنحضر من المصحف، قد نطلب من الطالب، نفترض أننا نعلم، أنا طبعاً في هذه الدورة لا أعتني فقط في أنه الطالبات يخرجوا بهذه المهارة، لا، أنا بدي إياكم تكونوا أنتم معلمات لأجيال بهذه الطريقة.
إذا عجبتكم الفكرة وامتلكتموها وحببتموها وحبيتوا تجربوها، جربوها وشوفوا الناتج. لأنه إحنا شو حنطلب؟ حنطلب منكم أو من الطالب إنه يكتب الصفحة، يمكن نبدأ معاه بالإملاء العادي، يمكن نطلب منه ينقلها من المصحف مباشرة، يمكن من حفظه إذا هو حافظ سابقا، ممكن نقول له أنت حافظ السورة اكتبها، اكتب لي فقط هذه الصفحة. بعد ذلك نطلب منه الرسم العثماني، نبدأ نقول له كيف ترتب الكلمات، كيف ترتب الحروف في السطر، نتأكد أنه عدد الكلمات في السطر الواحد هي نفس عدد الكلمات الموجودة في الصفحة القرآنية، ندرس شو الفروقات بين الكتابة الإملائية والكتابة بالرسم العثماني، ليش الهمزات اللي وراها مد بنكتبها همزة ثم مد، مش بنرسمها ألف مع مد زي ما موجود بالرسم الإملائي، ليش هناك ألف خنجرية مختفية هون، ليش هنا في هاء هي مفروض تكون هاء تأنيث كتبت مفتوحة، وهكذا أثناء الكتابة نعلم الفروقات بين الكتابة الإملائية والرسم العثماني ودلالاتها. بعد ذلك إذا راجع الطالب ووجد أن مكتوبه تم ككلمات نطلب منه إضافة الحركات، وهنا فرصة أخرى أن نضيف للطالب علم كل حركة ماذا تعني، الحركة بالفتحة، حركة ضمة، حركة كسرة، حركة سكون، حركة سكون نبدأ نحكي له عن الحرف وكيف يلفظ، هل هو رخو شديد متوسط، إذا ضفنا شدة ماذا يعني الشدة، ماذا يعني شو فرق الشدة على الحروف الثانية عن النون والميم، النون والميم مشددات لماذا لهم خصوصية لأنه لهم زمن الغنة، ندخل في موضوع الشدة إذا كان في متطرف وحرف مقلقل هل نعطي شو نوع القلقلة شو مرتبة القلقلة هون، وهكذا. فنستخدم الحركات للدلالة على أحكام وطوارئ تحدث للحرف بسبب وجود هذه الشدة، ممكن بوجود المد ورموز المد وعلامات ضبط المد نتحدث عن أحكام المد، ممكن عندما نأتي بالأشكال التنوين أن نتحدث عن أحكام عندما يكون التنوين متتالي أو التنوين متراكب، عندما نرى نون بدون حركة فوقها ماذا يعني ذلك، وهكذا ندخل في الأحكام. ينقل يراجع الطالب وينقل الحركات الحروف ثم يتدرب على علامات الوقف، ونعلمه ما معنى علامة الوقف، ما معنى سجدة في هذه الصفحة إذا كان فيها سجدة، ما معنى أن هذه الصفحة فيها بداية حزب، ماذا يعني أنها فيها ربع، وهكذا. ثم يراجع الشيخ يصحح أي شيء، يمحي من الصفحة أي خطأ ويصلح للطالب، وهكذا. فإذا اكتمل هذا الطالب الصفحة كاملة نطلب منه أن يحفظها، نمسح الصفحة ونطلب من الطالب أن يحفظها من المصحف. وفي بعد ذلك ممكن إذا كنت أريد فعلا أن أضبط الطريقة بعد كل هذا أطلب من الطالب أن يسمع كتابيا، هذه تتويج للطريقة الكتابة بالرسم العثماني، أن نطلب من الطالب بعد انتهاء من كتابته أن يكتب، وبعد انتهاء من حفظه أن يكتب الصفحة كاملة بكل عناصرها من حفظه، وهذا هو التتويج الحقيقي. فإذا كان ذلك وتملك ذلك يمكن الصفحة الأولى تأخذ معنا لقاءين أو ثلاث مع الطالب، الصفحة اللي بعدها تأخذ لقاءين، الصفحة اللي بعدها بصير في تكرار، بتصير أكثر تكرار، وهكذا إذا تناقص الوقت حتى يصبح الطالب يمكن أن ينهي الصفحة والصفحتين والثلاث في الجلسة الواحدة واللقاء الواحد، يكتبهم كتابة يذهب إلى البيت يحفظهم في اللقاء اللي بعده يرجع لنا وقد حفظ. هناك أدوات كثيرة، هناك سأعلمكم اللوح ونوريكم الورقة وكراسة الحفظ والقلم البيرمنت وأنواع الحبر، لكن قبل ذلك بس بدي أطلعكم على المراجع. إحنا في دورتنا أنشأنا قناة تيليجرام وفيها كل المراجع التي سأتحدث عنها. المراجع الأصلي الأساسي هو مصحف مجمع الملك فهد، مصحف المدينة المنورة الأخضر. لماذا اعتمدنا هذا المصحف؟ لأنه أكثر المصاحف مشهورة وأكثرها توزيعاً، وكل من يأتي لعمرة يأخذ نسخة، يعني هاي معلومة لكم اللي بيجي بعمرة ومعاه على جواز سفر وفيزة تأشيرة عمرة أو تأشيرة حج، بعطوه إذا زار المجمع يعطوه النسخة مجانية. الذين يأتون بكتب رسمية من مراكزهم أنه عنده مركز تدريس قرآن أو عنده مركز يعنى بالقرآن يستطيع أيضاً أن يأخذ لطلابه نسخ متعددة فحسب الكتاب. فإحنا مرجعنا الرئيسي هو مصحف المدينة المنورة لكثرة تداوله بين الناس وأيضاً لاعتنائهم بالمواقع الإلكترونية التي تحويه، وموجود في كل مكان نستطيع أن نصوره وننزله إلكترونية. المرجع الثاني أنا هي حاولت أعملها الصفحة على شكل لوح، كنت كتير فاسنيت
كتير بحب فكرة اللوح، فعملته على شكل هذا. حورجيكم اللوح كيف هو مجسد، لكن الفكرة كانت إنه في يحتوي عناصر الصفحة اللي موجودة في المصحف، ففي منطقة لكتابة الرقم الصفحة، كتابة الجزء، كتابة الصورة، عندي فراغ هون إذا بدي أكتب بالحزب، عندي منطقة هون لكتابة الملاحظات. هذا أنتجته. طبعا الوجه الثاني كنا نلاحظ إنه في بعض فيديوهات عن تحفيظ القرآن الكريم، الطالب مش بس حافظ الصفحة، بيحافظ هي على اليمين ولا على اليسار. فأتتنا الفكرة أنه أعمل الوجه الثاني لنفس هذا اللوح، الوجه الثاني إنه في الصفحة اليمين والصفحة اليسار، فحيحافظ الطفل أو المتعلم بهذه الطريقة على موضع الكلمة بالضبط. أيضا في هذا اللوح عملنا، أنتجناه باللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك طورناه لهذا الشكل الذي أخذ عليه رقم ريدمك وسجلناه، فكان عبارة عن اللوحة عمود البناء، وهذا يمكن طباعته على A3 وA4 بطريقة A4 هي حجم الصفحة اللي إحنا نجدها دائما، الصفحة البيضاء تاعت الطباعة، والA3 هي ضعفها بالضبط، تكون على شكل لوح كبير. فأنت حسب أنت بشو تطبعها، ممكن إنك تستخدم هاي النسخة، هاي النسخة بس بدون الترويس، بدون التاج اللي عليها، فهي بتساعدكم إذا كنتم تستخدموا آلات الطباعة الحديثة A3 وA4. ثم أنتجنا الصفحة لبنات البناء، هاي مطوية، هاي عبارة عن مطوية، حتشوفوها إن شاء الله في فيديوهات اللي بتشرح هاي المنتجات، بس هي مطوية. الفكرة كان منها إنها ممكن تنطوى وتنحط بالمصحف، داخل المصحف، وفيها على الوجه الثاني تاعها بعض المعلومات اللي منها ذكرناها اليوم في محاضرتنا، وكيف تكتب عليها وكيف تمحي، لكن أيضا فيها منطقة فاضية تشبه مصحف التدوين، لأنه معظم الناس الذين يدرسون القرآن لا يدرسون القرآن صافي، وإنما بيكون معه برامج موازية. في بعض الناس بيحفظوا القرآن الكريم مع معاني كلمات، في ناس بيحفظوا مع التجويد، في ناس بيحفظوا مع تفسير معين وهكذا. فهاي في مجال للكتابة على جنب، هذه عبارة عن ورقة يمكن الكتابة عليها والمحي، فبعد ما تحفظ ترجع تمسح وتكتب. ممكن كل ما كتبت شيء وأكملته وأتممته تصوره بالموبايل تحتفظ عندك بصورة، لأنه هاي ترجع تمسحها، فهاي صفحة واحدة لكل المصحف. من كمان المراجع هو مؤلف ألفناه، كان له طبعة أولى وثانية، وثم الطبعة الثالثة أضفنا عليه صور الحروف في مصحف ورش أيضا، وتم تحقيقه من الدكتور عمر يوسف حماد مدير شؤون قرآنية في جمعية محافظة على القرآن الكريم. وهذا الكتاب يحتوي صور الحروف داخل القرآن، جميع صور الحروف وأشكالها وكيف تختلف. هناك أيضا مرجع إن أعطتكم لينك جوجل درايف اللي فيه ماي بوكس، يعني هي الكتب تاعتي، فالكتب تاعتي كلها حطوها على شكل PDF. الكراسة الرسم هنحكي عنها كمان شوي، في كراسة لكتابة القرآن الكريم تيجي تحت هذا الملف، فإذا مش موجودة هون تحت وإنما موجودة داخل هذا الملف لأنها متعددة الأجزاء. أيضا حرصت إنه في هذا المكان إني أحط المراجع اللي أنا برجعها، هي أمهات الكتب التجويد، كل ما حصلت عليه كشكل PDF وضعته هنا من الإنترنت. هنا في برنامج جدا أفادني أثناء تأليف الكتب لمن حب أن يستزيد من مقدمات الكتب، هذا برنامج الإحصاء القرآني، من أجمل ما رأيت، جهد هائل عظيم وضع في القرآن الكريم، ويمكن إنسان من البحث إلكترونيا عن الآيات وبطريقة جميلة جدا، والألفاظ الفريدة والجذور، ويعني جهد فعلا مميز. فهذا موجود عندكم، واحد من مؤلفات استخدمته، وهي كانت نتائج البحث فيه. هناك أبحاث متفرقة لم أحققها، لأن أنتم بتشوفوا أنه بحاول كل كتيب أو كل شيء أنتجه أنه بالنهاية أحققه، فما لم أحققه أو بعد المشاريع المتوقفة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا، موجودة هون بس مش محققة، هاي بس معلومات بجمعها وغير محققة، بس ينتبه عليها. طيب هلأ إحنا حكينا إنه الصفحة هي لبنة البناء، وعملنا صفحة لكل القرآن، يعني هي عبارة عن شيء واحد لكل القرآن. فجت الفكرة، طب ليش ما نعمله على شكل أجزاء والقرآن كامل يكون موجود؟ حورجيكم النموذج إلو، إحنا في دورتنا حنأخذ صورة ياسين كنموذج لهذا الشغل. اللي هون في كتاب واحدة من الكتب، لما تفتح الفايل حتلاقي مقدمة، ثم تبدأ الأجزاء تتوالى تباعا، وأخذنا الحمد لله على رقم الريدمك وحققنا هذا المنتج اللي هي كراسة التحفيظ للقرآن الكريم والتدوين كتابيا من الدكتور مأمون عمر الشمالي في جامعة اليرموك، وهو من كبار مجازين بالقراءات في إربد، المنطقة التي نسكن بها. والجزء هنا أجزاء، أنا أعطيتكم مثال عليه جزء 22، لأنه حنأخذ سورة ياسين، وسورة ياسين لما تفتح عليها في هذا المصحف والPDF حتلاقي هذا جاهز. شو ميزت هون؟ إنه صفحة أوريدي فيه كتير من عناصر موجودة فيها،
في مواضع الآيات هذا يسهل عليك، لأنه إحنا زي ما قلنا بدنا نحافظ على صورة المصحف كاملة، فبالتالي حنكتب نفس عدد الكلمات ونفس عدد الآيات بالضبط في الآية في الصفحة كما هي موجودة في المصحف. ليش؟ عشان كل ما نتدرج في الحفظ، كل ما تدرجنا في الحفظ يكون نفس الصورة موجودة معنا. يمكن أحفظ الصورة الآن وأرجع أراجعها بعد فترة، دائماً أحافظ على نفس الصورة، مش خط نازل وخط طالع وصفحتين ملزقات ببعض وخطي الشخصي موجود. فبالتالي حنعطيكم في جزء من المحاضرة لاحقاً إنه كيف نكتب في وكيف حجم السطر وما إلى ذلك. فها هي الكراسة، ميزتها أنها كل أجزاء القرآن الكريم موجودة فيها، فرغت تماماً، بقي منها فقط رؤوس الآيات ومواضع الوقف. هاي مواضع الوقف حبينا نتركها. لاحظوا أنه هدف هاي الكراسة برضو تعليم، فبالتالي هناك كثير من أسطر حولها مثل مصحف التدوين. هاي الكراسة على حد علمي هي الوحيدة الموجودة في العالم. هناك محاولة لطيفة جداً وجميلة جداً كان هدفها أن يدون الإنسان المصحف بيده، وهذا من أشياء سبحان الله عبر العصور، هناك شغف لدى الناس أن يكتبوا القرآن بيدهم. هناك حتى من يطرز بالحرير القرآن كاملا، هناك من كتبه بماء الذهب كاملا، هناك من كتبه بخط يده. عملية الكتابة للقرآن الكريم شيء كل البشر بتعزه من المسلمين، يعني كل واحد من المسلمين بعز كتابة القرآن الكريم، فمن كانت لديه القدرة كان يكتبه. فالفكرة إنه كانت في أظن في السعودية موجودة، إنه هو مصحف بتدويني، يعني هو الهدف منه إنه أكتب مصحف خاص فيه. لكن هذه لا، هذه الهدف منها كراسة، هي كراسة للتعليم. ففي منطقة تعليم، إذا أنا مثلا بعطي برنامج ومعاني معاني الكلمات، حطلب من الطالب يكتبها هون على الجنب. إذا أنا كنت بعلم تجويد ممكن أكتب هون في تنوين، في حكم إدغام، هون في غنة مقدارها كذا، في هون متشابهين متجانبين، سين هون في وقف إشمام روم، إيش ما كانت المعلومة اللي بدي أعلمها للطالب في هاي الصفحة ممكن أن أطلب منه أن يكتبها في هذا المكان. أيضا موجود معنا هذه المطوية، هاي مطوية هي عبارة عن سجل القرآن الكريم وفي شرح عليها، مش راح أدخل كتير فيها، ولكن هي فكرة أنه هي تسجل القرآن الكريم، الصفحات اللي حفظتها بتلونها، فإحنا ممكن نستخدمها في حفظ سورة ياسين، أنه وين ما عندنا سورة ياسين نبدأ نلون الصفحات اللي إحنا نحفظها. فسورة ياسين موجودة هون كسورة، لما نكمل إن شاء الله تعالى نتوجها بالتلوين. ممكن أن سورة جزء في 22 و23 سورة ياسين، إذا إن شاء الله أكملنا مع باقي الصور في 22 من لونه، إذا كان كحزب أو أرباع بحفظ بستطيع لون هون. وإذا كنت هاي الجهة الثانية منه، إذا كنت أريد أن تكون الصفحة هي لبنية البناء، حنستخدم أكثر الجزء الثاني لأنه حنلون أكثر. يعني هون لا، من هون لتكمل هذا الجزء بدك يمكن شهر، أما ربما هنا يمكن بيوم يومين وتتشجع ويزداد عدد الحفظ، لأنه هي عبارة عن تسجيل بصري للمحفوظ. في عليه شرح أنتجنا برضو باللغة الإنجليزية لمن أحب، وهذه هي المراجع التي لدينا. سننتقل في المحاضرة الثانية نتحدث قليلا عن أدوات التي سنستخدمها، هي نفس المراجع التي تحدثتكم عنها، المراجع التي أنتجتها أنا بنفسي، سأحدثكم كيف تستخدم وما كيف عناصرها وما نوع الحبر التي تكتب عليها وكيف يعني تشوفوها مجسدة عمليا في تصوير لايف لكيف تستخدم. فجزاكم الله خير في هذا الجزء، وننتقل إن شاء الله ونحن في لقائنا الأول ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة، والثالث والرابع والخامس هو عبارة عن شرح لبعض المنتجات التي أوفرها لكم بشكل PDF. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.